عايزة أكلمكم دلوقتي عن واقع المطبخ المصري. المطبخ المصري ده موجود في حياتنا ومؤثر جدا. طب تعالوا كده شوفوا معايا الموضوع ده. بنقول دايما أن المطبخ ده واحد من روافد الثقافة والهوية. ليه؟ ده لكل بلد، يعني هتلاقي كل بلد كده مطبخها بيقدم الهوية بتاعتها، ثقافتها، عاداتهم وتقاليدهم كمان أحيانا، خاصة مناسبات وأعياد وحاجات كتير جدا تقدر تعرف أحيانا من بعض الأكلات أنت بتاكل لبلد مين والتاريخ والثقافة بيقولوا إيه. إحنا بقى مطبخنا المصري بلا شك هو جزء من هوية المجتمع وانعكاس كمان لتنوع المصريين، لأنه المصريين عندهم تفرد كبير جدا في مسألة الأكل. ومش بس كده، كمان الأكل عندنا كمان بيتميز. هتلاقي المحافظة اللي حضرتك موجود فيها مختلفة عن المحافظة اللي احنا موجودين فيها، مختلفة عن محافظات تانية. كل محافظة في مصر ممكن تبقى نفس الطبخة واحدة، بس يقول لك ايه، لا والله احنا بنعمله كذا، لا اصل احنا بنعمله كذا، اصل احنا تعودنا من زمان كذا، اصله اهالينا. يعني كل مجتمع ليه هويته في الاكل. عشان كده لفت نظري ولفت نظر فريق التاسعه كده واحنا بنبحث ان احنا نجيب لكم برضو حاجات كده لطيفه متنوعه، كتاب اسمه مطبخ مصر. ففي الاول احنا قلنا ايه يعني مطبخ مصر، يا ترى هيقدم بقى وصفات. أنا مثلا من الناس اللي كنت بحلم طول الوقت، زي ما الواحد عارف، المطبخ اللبناني والمطبخ اليوناني والمطبخ الطلياني والمطبخ الصيني والهندي، كنت بحلم إحنا كمان يبقى عندنا دايما على مستوى العالم مطابخ مصر. بس الكتاب ما بيتكلمش على ده، الكتاب ما بيتكلمش عن الأكلات، لكن بيتكلم على إنه ارتباط الأكل بحياة المصريين وتاريخهم وواقعهم السياسي إزاي. مزيد بقى بالتفاصيل نعرفها من خلال وجود الكاتب الخاص بالكتاب معتز نادي، ونشوف يعني ليه فكر في مطبخ مصر وإيه التأثير اللي خلاه يكتب الكتاب ده. مساء الخير أستاذ معتز. مساء النور يا أستاذ شفقي، ومساء الخير على حضرتك والسادة المتابعين. أهلا وسهلا. يعني أنا في الأول تصورت أولا الغلاف لطيف كمان، يعني يا ريت زملائنا يحطوه تاني، الغلاف لطيف بالصورة، بس هي برضو ما فيهاش أكل قوي، هي فيها حالة. إيه الحكاية؟ احكي لنا أنت الحكاية. هو في البداية أولا أنا هستعين بجملة حضرتك قلتيها في وقت افتتاح معرض الكتاب بالقاهرة. حضرتك قلتي ساعتها انه نفسنا الناس تصاحب الكتب، فكان هدفي من فكره الكتاب انه يبقى فيه صداقه مع الكتاب خلال فتره جائحه كورونا. صحيح. لانه ساعتها كانت الناس يعني اللي هو داخله بقى في نظام عزل منزلي وحجر وتباعد اجتماعي وغيرها من المصطلحات الجديده اللي طرقت علينا. صحيح. فبالتالي كان الواحد شايف انه ابتدى الناس يقول لك انا داخل المطبخ هعمل بسكوت وهعمل كذا. يعني انت اخذتها من حياه الناس، يعني حياه الناس يعني فرضت عليك بان المصريين نظرا لكورونا فعاشوا في المطبخ، فيبقى ده تاريخ وواقع، فانت كتبت من هنا. لانه الناس اهتمت انه داخلين نعمل البسكوت ال10 دقائق وبسكوت ال20 دقيقه، ويعني كان في تنافس على المطبخ. فكان الفكره انه طيب احنا يعني نستسلم للمطبخ فنضيع وزننا، ولا مجرد ان احنا نهتم كمعتز مثلا ان هو يعمل حاله عن سيره الطعام المصري، فيتكلم فيه عن الطعام المصري وعن تاثيراته على حياه المصريين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. طب احكي لي هنا، احكي لي هنا، يعني انا لما قريت وانت كاتب بتقول بانه يعني المطبخ مصري ليه تاثير على واقعهم السياسي، عايز اعرف الجمله دي عندك مكتوبه ازاي او ايه المفردات بتاعتها؟ هقول لحضرتك. يعني انا في البدايه لما كنت يعني في خلال فتره عملي في صحيفه المصري اليوم، جينا كان بنحضر للملحق الرمضاني، فكان عندي اقتراح بمسمى يبقى اسمه عزومه الرئيس. كان عزومة فكرة الرئيس. عزومة الرئيس تمام، انه بيبقى فيه استضافة للشخصيات المصرية البسيطة، مدرس، مهندس، بائع خضار، يعني كل الطوائف وكل المهن، انه هو ساعتها هيعزم الرئيس على الفطار في رمضان، فهو هيعزمه على ايه وهياكله ايه وهيتناقش معاه على ايه. يعني ده تخيل عندك بانه الرئيس هو اللي يعمل ولا الناس تعمل العزومه والرئيس يبقى موجود؟ الناس تعمل العزومه. الناس تعمل، اصل الرئيس بيعمل على فكره العزومات دي في رمضان للاسره في افطار الاسره المصريه اللي هي بتنوعها. تمام، انا هقول لحضرتك بقى، بس الناس بقى هي اللي هتعزم الناس الرئيس. الناس هي اللي هتعزم الرئيس.
وبعد 3 أسابيع فعلا الرئاسة المصرية مشكورة، رئيس السيسي ساعتها طلب الناس اللي هي عزمته في عزومة متخيلة ويرد لهم العزومة. أيوة. وساعتها قعد مع الشخصيات اللي هم عزموه بشكل تخيلي وقعد يتكلم معاهم في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فده كان جانب سياسي منه. طبعا. فساعتها تم ساعتها الحديث والرئيس احتفى بهذه المبادرة، فكان ده من ضمن العمل اللي هو اشتغلته من خلال الزملاء في صحيفة مصر اليوم. فساعتها تم الحديث عن فكرة عزومة الرئيس وأصبحت العزومة المتخيلة أصبحت عزومة حقيقية، وبالتالي ده كان شق سياسي منها. فأنت هنا أنت حسيت بأنه مطبخ مصر والأكل المصري بالحميمية بالمواد ده يعني خلى ان احنا كمان لانه رئيسنا ما هو مصري زينا يعني، فاحنا هنلتقي على مائده واحده تجمعنا بقى حاجات كتير، اكلنا وسياستنا وحياتنا، يعني ده كان المقصود عندك. صحيح صحيح. وبعد الشخصيات اللي هو من الناس البسيطه العاديه في مصر اتكلموا فيها عن تجديد الخطاب الديني، اتكلموا فيها عن تطوير التعليم، عن مشاكل الاسكان، فكان ساعتها الناس هي بتقول انا هاكل الرئيس مثلا لحمه وفراخ وبط واللي قالها اعزمه على فول وعلى بطاطس، يعني كان في تنوع في العزومه وفي نفس الوقت كان في تنوع في المناقشات، اللي قال لا انا مش هتفرج معاه على مسلسلات رمضان، انا هكلمه في مشكله كذا هكلمه في مشكله كذا، فبقى المطبخ هو يعني او مطبخ الحياه، مطبخ الحياه، مطبخ الحياه. وإلى جانب بقى الشق السياسي ده، فطبعا الواحد كان اشتغل على الموضوع ده، إلى جانب بقى مثلا رجع لحاجات بقى في التاريخ، مثلا احنا في 2011 المصريين كان النداء بتاعهم العيش، ففكرة ان احنا بنخرج عشان العيش، عشان لقمة العيش. الشكل الاجتماعي مثلا الشكل الاجتماعي مثلا ان انا بشتغل عشان خاطر اكل العيش، حضرتك موجودة عشان خاطر اكل العيش. فكرة انه الامثال المثل بتاعنا يعني عندنا الامثال المصريه داخل فيها الطعام كتير، اللي هو مثلا المحب خروف كتير، لقمه هنيه تكفي 100، يعني ادي العيش لخبازه. أيوة. مثلا فنلاقي الطعام داخل فيها بشكل اجتماعي. جانب اخر انه الطعام داخل معانا في المناسبات، يعني في الافراح فيبقى في اهتمام، يا ترى هنقدم للناس سندوتشات ولا هنقدم بوفيه مفتوح ولا كذا ولا كذا، فبيجذب بال الاجتماع. فكان الفكره ان هو يعني مجرد طبعا طبعا الواحد هو يعني الاكل رمز، لما بتشوف شربات تعرف ان في فرح، لما القهوة السادة تنزل تعرف انه في حزن، فلا طبعا هو يعني حاجات كتير مرتبطة بالمطبخ. الفكرة رائعة، الفكرة جميلة، والفكرة فعلا ممكن تجمع ناس كتير، بس هتلاقي ناس كتير كان نفسها جدا برضو ان يكون في شوية حاجات خاصة بالمطبخ، لكن ده موضوع تاني. انا بشكرك جدا كاتب ومؤلف كتاب مطبخ مصر ومعتز نادي، بشكرك شكرا جزيلا، وافكار افكار حلوة، افكار بتخلينا تاخدنا هنا وهنا. احنا كل حاجة الحقيقة في حياتنا خاصة الاكل والحياة والحاجات دي، التفاصيل دي هي تفاصيل المصريين، هم المصريين عندهم تفاصيل. طب تعرفوا ليه؟ لأنه المصري ده عاش سنوات وسنوات وسنوات، شفتوا الصور اللي حضراتكم احنا جبناها، اللي 40 سائح جم وعاشوا في بلادنا علشان يصوروا قصة صورت أو اتعملت أو كتبت من كاتبة زي أجاثا كريستي. فإحنا عندنا تاريخ كبير جدا، والتاريخ مرتبط أكيد بحياتنا اليومية، والأكل مرتبط بينا، فكل ده بيلف في دايرة واحدة.